أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب الاتحاد الأفريقي لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك، وده للترتيب بشأن مباريات الدوري وكأس مصر، وكمان وضع خطة لإنهاء المواجهات المؤجلة للفريقين. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الميران اللي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وشرح المدير الفني برنامج تدريب اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة خلال التدريبات. محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط انضموا للتدريبات الجماعية للفريق واللي أقيمت على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وده بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول بعد خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. فاز منتخب السويس على حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الجيش بالسويس في الجولة الرابعة من دورة الترقي المؤهلة لدوري الأضواء، وارتفع رصيد منتخب السويس لأربع نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد حرس الحدود عند 7 نقاط في صدارة ترتيب الدورة الرباعية والمؤهلة إلى الممتاز. فريق سبورتينج فاز على فريق الترسانة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الماكس بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدورة الترقي المؤهلة لدوري الأضواء. نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن عن تعاقده مع مديره الفني الجديد تياغو موتا بعقد يمتد ل3 سنوات ليستمر في قيادة الفريق حتى عام 2027، خلفاً للمدير الفني السابق ماسيميليانو أليجري بعد إقالته من منصبه قبل جولتين من نهاية الموسم الماضي. تيو إرنانديز مدافع منتخب فرنسا غادر التدريبات الأولى للفريق بألمانيا بعد إصابته في الركبة في انطلاق الميران، وده قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية.